بعد كل هذه البطولات كيف لا يكون هناك راعي واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية؟ لازم بعد كل هذه البطولات وهذه الإنجازات الناس بتستغرب تقولك ايه؟ هو ليه النادي الأهلي بياخد أعلى رعاية؟ ما هو ليه؟ عشان أنا النادي الوحيد اللي وصل إلى كأس العالم للأندية، لأن أنا النادي الوحيد كأس العالم للأندية للكرة الطائرة، أنا النادي الوحيد اللي وصل إلى كأس العالم للكرة لكرة السلة، أنا آسف لكرة اليد، إن شاء الله ربنا هيكرمنا كمان في كرة السلة. أنا النادي الوحيد اللي عنده كل هذه النجوم الكبار، أنا النادي الوحيد اللي بيعمل كل حاجة أو بيحاول إن هو يعمل كل حاجة صح. أنا الأهلي. عشان كده لما تيجي تتكلم في عقود رعاية يجب أن أولا يجب أن تقول أن النادي الأهلي يضيف لأي حد في عقود الرعاية. يضيف لأي حد. النهاردة كان في مؤتمر توقيع عقد رعاية جديد للنادي الأهلي مع شركة بروميتيون تاير إيجيبت للانضمام إلى قائمة رعاة النادي الأهلي خلال الثلاث سنوات القادمة بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي ومسؤولي شركة بروميتيون تاير إيجيبت وعدد من نجوم الفريق الكرة والفرق الرياضية المشاركة. وتأتي الشراكة ما بين النادي الأهلي وهذه الشركة إلى توفير مزايا عديدة لكلا الطرفين عبر رؤية مشتركة وعن طريق قنوات مختلفة، فضلا عن تعزيز الدور المجتمعي بتبني مبادرات عديدة لتعزيز الانتماء بما يسهم في إرساء إرث دائم لنادي القرن. النهارده وانا قاعد بتفرج كنت سعيد جدا جدا جدا. في نفس الوقت وسط هذه الشراكه المحترمه اللي دايما بنشوفها ما بين النادي الاهلي وما بين الشركات المالتي ناشونال والشركات العالميه، تجد الشركه المتحده الاستاذ محمد يحيى لطفي رئيس مجلس اداره الشركه المتحده للمتحده سبورت المتحده للرياضه، وايضا الاستاذ سيف الوزيري او المهندس سيف الوزيري نائب رئيس مجلس اداره الشركه المتحده سبورت. هذا الثنائي بيعمل شغل برضه رائع جدا 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 وسط كل هذه الشراكات المحترمه ما بين النادي الاهلي وهذه الكيانات والمؤسسات الكبيره، سواء الشركه المتحده المسوق المتحده سبورت المسوق الحصري للنادي الاهلي اللي بتساعد كثيرا في كل اللي حضراتكم شايفينه. النهارده كان الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي القى كلمه النادي الاهلي في هذا المؤتمر نيابه عن الكابتن محمود الخطيب، وايضا رئيس مجلس اداره شركه الاطارات الكبيره جدا الحقيقه اللي كانت او اللي هتقعد مع النادي الاهلي او ستظل دائما من الرعاة الرئيسيين للنادي الأهلي خلال الفترات القادمة. الأمر اللي بيخلينا دائما نشعر بالفخر والانتماء للنادي الأهلي. والنادي الأهلي يا جماعة براند في كل شيء. شايفين حضراتكم المنظر الرائع؟ شايفين حضراتكم الحلاوة؟ أول مؤتمر توقيع رعاية تحت قيادة شركة الكرة بالمناسبة النهاردة الكابتن المهندس عدل القيعي رئيس شركة الكرة، وكان ايضا احمد حسام متواجد عضو مجلس اداره شركه الكوره، وايضا الاستاذ امير توفيق نائب او مدير التنفيذي لشركه الكوره، وعدد كبير من النجوم استاذ محمد يوسف طبعا رئيس الشركه او مدير التنفيذي لشركه الاهلي للانتاج الاعلامي، ايضا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ محمد سراج الدكتور محمد سراج وبقيه اعضاء المجلس المتواجدين الاستاذ محمد غزاوي والمهندس عدل القيعي وبقيه الزملاء اللي موجودين زي ما حضراتكم شايفين. حاجه تشرف، حاجه تسعد طبعا بجانب تواجد المهندس سيف الوزيري والمهندس محمد يحيى لطفي. عموما مؤتمر رائع، مؤتمر زي ما حضراتكم شايفين على اعلى مستوى. طبعا اللي كان بيوقع عقود الرعايه في الاول هي الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي، بس دلوقتي اللي بيتولى توقيع العقود شركه الكوره، وده في اطار خطه مجلس اداره النادي الاهلي لتطوير الاستثمار بالنادي الاهلي. كاميرا البيت الكبير دائما وقناة الأهلي دائما ما تكون متواجدة في مثل هذه المؤتمرات. تعالوا نطلع نشوف تقرير خاص بمؤتمر توقيع عقد الرعاية الجديد ونرجع لحضراتكم، ولكن
هنرجع المره دي بعد الفاصل، وهيكون معانا النجم الكبير كابتن اسامه عرابي، هنتكلم معاه في الكوره وفي اللي هيحصل خلال الايام القادمه وكيفيه التحضير لمباراه مازيمبي. ولكن كابتن اسامه عرابي من هو قد كده وهو في النادي الاهلي، ومن اكتر اللاعبين او من اكتر ابناء النادي الاهلي اللي هيبقى مبسوطين لفوز فريق الطايره، اي حاجه هتجيلنا واي لقاءات هتجيلنا في الطايره هنزيحها لحضراتكم مباشره. نطلع نشوف الاول هذا التقرير الخاص بالمؤتمر وتوقيع عقد الرعايه، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن اسامه عرابي في البيت الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية وباسم مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب، نرحب بالسيد ستيفانو زيلياني الرئيس التنفيذي لشركة بروميتيوم تاير إيجيبت، والسيد محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة بوجودهم معنا اليوم. وبنرحب كمان بالإخوة الإعلاميين والصحفيين اللي بيشاركونا هذا المؤتمر، وكل التحية للسادة الحضور. قبل ما نخوض في تفاصيل المؤتمر، عايز أقول لحضراتكم إن ملف الرعاية في النادي الأهلي هو ملف مهم جدا لمجلس إدارة، وبيحظى باهتمام كبير، لأن النادي الأهلي وهو بيتلقى عروض الرعاية من الشركات المختلفة مش بيدور بس على القيمة المالية الكبيرة من عرض الرعاية. النادي الأهلي بيدور على حاجتين: أول حاجة إنها تكون شركة رائدة في مجالها، علشان النادي الأهلي هو أكبر نادي في مصر، في أفريقيا، في الشرق الأوسط، تاريخيا وإنجازات وشعبية وجماهيريا. فلازم الشركة اللي بتكون في معاها شراكة، لأن هي عقود النادي الأهلي مش عقود رعاية فقط، هي عقود شراكة مع النادي الأهلي بيكون فيها استفادة للطرفين وعائد للطرفين. فبندور دايما على الشركات الرائدة في مجالها علشان يكون في شراكة بينها وبين النادي الأهلي. بالأصالة عن نفسي بالنيابة عن مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، أرحب بكم جميعا السادة الضيوف الكبار أصحاب المكان. كلكم أصحاب مكان، لأنكم كلكم ليكم الإسهامات الحقيقية في مسيرة النادي الأهلي طبقا لما يحقق مصالحه وأهدافه. أنا مش يعني لازم أرحب بالسيد نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ محمد الغزاوي، بنفتقد طبعا الكابتن محمود الخطيب، ولكنه يختار بعناية من ينوب عنه. استمعنا إلى كلمتي. أرحب بشركة بروميتيوم تاير، وهنتوقف عندها قليلا بعد ان نرحب بالسيد الاستاذ محمد يحيى والسيد الاستاذ سيف الوزيري رئيس ونائب رئيس مجلس اداره الشركه المتحده. شركائنا في كل خطواتنا في تحقيق اهداف النادي الاهلي. يمكن انا بالنسبه لي المره دي الموضوع بيعني أمر خاص شوية، لأن النادي الأهلي لما فكر يعمل شركات لأنشطته المختلفة كان يسعى إلى أن يطبق النموذج العالمي في إدارة الشؤون الرياضية وكرة القدم. فأن أقف أمامكم الآن وأعلن أننا انطلاقا واتساقا مع أهداف النادي الأهلي الكبير نأخذ التكليفات ونأخذ التوجيهات ونسير عليها
ونحاول أن نحقق ما فيه المصلحة طبقا للكتالوج الخاص جدا بتاع النادي الأهلي. Now, let's go into the heart of the matter. دعونا نذهب للجانب الأهم وهو الشراكة الاستراتيجية مع النادي الأهلي. With Al Ahly Sporting Club. Today, the marks is not just. اليوم التعاون أصبح هاما جدا خصوصا مع منظومة كبيرة مثل الأهلي. The values that we do see in Al Ahly. لأن ذلك يتوافق مع مبادئنا وقيمنا. دائما ما كنا نبحث عن التفوق لأننا أيضا نتميز بذلك، ولذلك نحن نحترم بشدة الفرق والهيئات التي تسعى لذلك، وبالطبع هذا الأمر موجود في النادي الأهلي.